الحياة لعبة وبتقدري تختاري أنجح نسخة منك. فيديو اليوم رح أحكي لك عن أهمية الطاقة الأنثوية وقديشها مهمة كتير لتغيير شخصيتك وحياتك. من سنين وأنا بحاول أفهم شو يعني طاقة أنثوية وأفهم إذا جد بتهمني، وهالفيديو حطيت لك كل الخطوات والمعلومات الأساسية والتجارب اللي تعلمتها اللي رح تخليك تبلشي التغيير اليوم. قبل ما بلش حلقة اليوم حابة أشكركم وأحكيكم إنه وصلنا أكثر من 100 سبسكرايبر. جد شكراً كتير، ما بتتخيلوا قديش دعمكم بيساعدني إني أتقدم لقدام وأعمل كمان محتوى. شكراً كتير، وهلأ منقدر نبلش بالحلقة. كمان واحدة منا صار معها شيء كتير مزعج واللي خلاها تبلش تصفن بحياتها كاملة، واكتشفت إنها مش راضية بشخصيتها الحالية وبتحس إنه حياتها موقفة وما عم تمشي لقدام. وفي نوع من البنات اللي بتستسلم وبتعيش دور الضحية، وفي اللي بتحارب وبتبلش تتغير. وبيو أنك كبستي على هالفيديو أنت النوع الثاني أكيد، وبسبب هالموقف رح تبلش مغامرة كتير حلوة. أول شيء خلينا نعرف شو يعني طاقة أنثوية. هي مجموعة محددة من الصفات وهي عكس الطاقة الرجولية، مثل الإبداع، مواجهة المشاعر، تقبل، التعاون، بتمشي مع التيار، استخدام الحدس، الراحة، المفاجأة والانفتاح على العالم مثل الصغار يعني بالضبط. ولما يكون عندك طاقة أنثوية عالية ببلش كل شيء يجي لعندك بدون ما تتعب كتير. كمان شوي بحكي لك ليش. إذا بتطلعي حواليك بتشوفي إنه مو كل البنات عندهم الصفات اللي حكينا عنها، وبتحسي الصفات السائدة هي العصبية، التحكم، الشغل اللي كتير، وهاي الصفات صفات الطاقة الرجولية. بس ليش هيك صار معنا؟ بثقافتنا والثقافات التانية إنه نشتغل كتير ونتحكم ونستخدم المنطق أكتر من الحدس هو إشي محبذ أكتر، وهاد كله من إشي اسمه الهاسل كلتشر، يعني ثقافة الكفاح، وهي بتركز على الإنتاجية والطموح والنجاح مع قلة الاهتمام بالراحة والتوازن بين العمل والحياة. وهيك حياتنا كلنا كانت من أيام المدرسة. من الأشياء اللي لازم نفهمها إنه الرجال والنساء عندهم الطاقتين، الطاقة الأنثوية والرجولية، لكن النساء المفروض الطاقة الأنثوية تكون أعلى والرجولية أقل، والعكس عند الرجال. أوكي، هلأ عرفنا شو المشكلة، كيف ممكن نحلها ونبلش نغير بشخصيتنا؟ في أشياء بتقدري تبلشي تعمليها، وإذا التزمتي فيها من هون لأسبوع رح تبلشي تشوفي التغيير بحياتك. 1. بلشي عبري عن مشاعرك أكتر. كتير منا للأسف عايشين بالهاسل كلتشر، مشغولين بحياتنا وننسى قديشها بتأثر علينا من جوا، وإذا ضلينا نتعامل مع حالنا هيك هالشي ببعدنا أكتر وأكتر عن حالنا، ومنبعد عن أهم صفات الطاقة الأنثوية اللي هي مواجهة المشاعر اللي رح تفتح لك أبواب كتير لقدام. تقدري تعملي هيك بالكتابة أو إنك تصوري حالك فيديو وتحكي مع حالك وعن يومك، وهالشي رح يساعدك تعرفي شو اللي بصير جواتك أكتر وتبلشي تطبقي أول صفات الطاقة الأنثوية اللي هي مواجهة المشاعر. 2. خدي نفس واسألي حالك، بقدر أخلي الأشياء أسهل. كتير منا بحب إنه نتعب حياتنا، إشي كتير غريب، منصير نحس إنه إذا بتعب كتير على الموضوع معناته رح أكون أستاهله أكتر 100%. وكتير منا لا شعوريا ببلش يصعب الأشياء على حاله أكتر وأكتر، لأنه هذا اللي نحن متعودين عليه. بلشي شوفي كيف ممكن تسهلي الأشياء اللي بتعمليها بطريقة أكيد تعمليها بالشكل الصح، بس تسهل عليكي. يعني مثلا إذا أنتي من نوعية الناس اللي عندها كتير أشياء لازم تعملها وبس تصحى الصبح بتقرر شو تعمل، بلشي سهلي الشي على حالك واستعملي تو-دو ليست لكل أسبوع، اكتبي كل شي لازم تعمليه، بهيك بتسهلي على دماغك كتير. وهالشي مرتبط مع النقطة اللي بعدها واللي هي بطلي تحاولي تثبتي حالك لكل حدا حواليك. لازم نبلش نبعد هاي الأفكار إنه قيمتنا واحترام الناس إلنا مرتبط بقديش نحن منشتغل، وببعض الأحيان منعاني، وهالشي ما رح يخلص لأنه مثل الدوامة دائما رح تضلك تحاولي تثبتي قيمتك لكل حدا حواليك. بس مثل ما عرفنا قبل الطاقة الأنثوية ما بتلحق، هي بتجذب. فقيمتك مش بالأشياء اللي حققتيها، بس بطبيعتك أنت وشو أنت. وإذا بنربط قيمتنا بإنجازاتنا رح نكون زي كأنه بملاهي فوق وتحت، لأنه مرات إنجازاتنا بتكون كتير ومرات بتكون كتير قليلة، وخصوصاً كأنثى بسبب الدورة الشهرية أيام بيكون عندنا طاقة كتير رهيبة، خصوصاً أول ما تخلص، وقبل ما تبلش طاقتنا كتير بتكون قليلة. وللأسف كتير منا ما بيحترم هالشي نهائياً، مش لأنه نحنا مش قادرين، بس لأنه أجسامنا بدها راحة، محتاجة للراحة وإنها تفصل عن الشغل. وبسبب الأشياء اللي تعلمناها اللي انحكت لنا إنه لازم ندرس كتير ونفوت أحسن جامعة ومدرسة ونلاقي أحسن شغل بأعلى راتب عشان نكون مبسوطين ومرتاحين بالحياة، وكتير بنات بيعملوا هيك وبيحققوا كل شيء بس ما بوصلوا للسعادة والرضا. فلما تبطلي رابطة قيمتك بإنجازاتك
هون رح تبلشي تحسي حالك إنك حرة أكتر وعم تكوني هيك على طبيعتك. من أهم الأشياء اللي بس تعمليها رح تحسي بترابط أكتر مع طاقتك الأنثوية هي لما تحطي حالك أولوية. كتير من البنات عندهم صفة إنهم يرضوا الناس التانيين على حساب راحتهم. يعني لو أنت ما عندك وقت وعم تدرسي لامتحانك وصاحبتك ترن عليكي، أنت فعلياً بدك تعدي وتدرسي للامتحان، أو إنك ترتاحي وما بدك تحكي، بس بتطلع على التليفون بتفكري يمكن تزعل مني هلا، فبتردي وبتضيع لك وقتك اللي أنت كنتي حابة تعملي فيه إشي لإلك. والمشكلة إنه نحنا منحس بذنب بس نعمل هيك، وهون الغلط والمشكلة. من صفات الطاقة الأنثوية الثقة بالنفس وحب الذات، وما رح توصلي لهذا الشيء طول ما أنت ما بتعملي هاي الأشياء الصغيرة لحالك. إذا حابة إنك ما تردي هلأ على صاحبتك ما تردي، وارجع رني عليها بس تقدري. مش بس هون تحطي حالك أولوية، حتى بمستقبلك وتعليمك وبالأشياء اللي منحسها إنها صعب نعملها مثل إنه ناكل أكل صحي، بس لما تحطي حالك أولوية رح تتذكري إنه أنت بتستاهلي كل شيء منيح، ورح تاكلي الأكل الصحي والنظيف عشان أنت عارفة قيمة حالك وبتحبي حالك. هلا وصلنا لأهم نقطة واللي هي الثقة بالله. مستحيل توصلي لحالة الراحة وبدون ما توثقي بشيء أعلى منك واللي هو الله. ما رح تقدري ترتاحي وتحسي بهدوء بدون ما توثقي فيه. تتذكري بس حكيت أول الفيديو أن الطاقة الأنثوية مثل المغناطيس، هي بتجذب لعندها كل شيء. هو فعليا بيجيكي كل شيء من الله طول ما أنت واثقة فيه ومتوكلة عليه. رب العالمين بيقول أنا عند ظني عبدي بي. طول ما أنت بتظني بالله أنه رح يعطيكي ومعتني فيكي، قد ما تصير الحياة صعبة رح يعطيكي الشيء اللي بدك إياه. كأنثى بطاقتها الأنثوية المتوازنة تحتاج للحماية والحب والشعور بالأمان، وهالشي الحمد لله الله بيعطينا إياه. فظبطي علاقتك معه وتواصلي معه أكتر واحكي له كل شيء. حكيت بالنقطة الثانية عن أهمية إنك تسهلي حياتك، والإشي كتير مهم عشان نحقق أهدافنا. وإذا عندك أهداف السنة ولسه مو عارفة كيف ممكن تحققيها، اسمعي هاي الحلقة من هاتونز بودكاست عشان تعرفي أنجح استراتيجية لتحقيق الأهداف. أنا كتير مبسوطة إني جزء من رحلة التغيير تاعتك. ضلك مآمنة بالله وبحالك، رح أشوفك عن قريب بالحلقات الجاي. مع السلامة.